في تونس أسماء الشوارع باريس، فرنسا، برشلونة، روسيا، والأولى أن تسمى بأسماء أصحاب الفضل، فالتونسيات أنجبن رجال غيروا التاريخ وعلماء أفذاذ، منهم على سبيل المثال للحصر منهم القاضي والعالم القائد أسد بن الفرات فاتح جزيرة صقلية، وهو الإمام المجتهد للمرجع المالكي بالقيروان، وكذلك أبو عمران الفاسي الذي كان له الفضل في إنشاء دولة المرابطين التي أخرت سقوط الأندلس أكثر من 400 سنة. الإمام سحنون صاحب الإمام مالك كان يردد قول لا تكره الفتنة فإنها حصاد المنافقين، وله قول آخر مناسب ذكر هذه الأيام يقول لا تجوز الهدايا في الميلاد من نصراني ولا من مسلم ولا إجابة الدعوة فيه ولا استعداد له ويجعل كسائر الأيام. الإمام المازري من أول شراح صحيح مسلم، من لطيف قوله قد يوحش اللفظ وكله ود ويكره الشيء وليس من فعله بد. المؤرخ ابن خلدون يعد أعظم مؤرخ في التاريخ، يعترف بهذا حتى غير المسلمين، من أقواله الأمة المغلوبة تقلد الأمة الغالبة. وفاطمة بنت محمد الفهري التي كان لها الفضل في إنشاء جامعة إسلامية، والفقيه بن عرفة وغيرهم كثير رحمهم الله، والطاهر بن عاشور مفتي المالكية الذي ألف كتاب التفسير مكث في تأليفه 40 سنة، قيل أنه لم يؤلف مثله في العصر الحديث، وله ابن عالم اسمه الفاضل محمد بن عاشور.